إلى غزة مباشرة نتوجه الآن، معنا من هناك باسل خلف مراسل التلفزيون العربي. مرحبا بك باسل، سأسألك عن الوضع الميداني بالتأكيد، ولكن قبل ذلك أي معلومات متعلقة باحتمال فتح المعبر مع بصر، معبر رفح؟ هل من معلومات تستقيها من هناك بخصوص قرب ذلك؟ المعلومات تتجه باتجاه الأسوأ، هناك قصف مدفع إسرائيلي قريب جدا من بوابات معبر رفح البري قبل قليل وفق المعلومات الواردة من المصادر المحلية والميدانية والأمنية في محيط معبر رفح البري. وهناك العشرات من العائلات بدأت تغادر وهي كانت تقف أمام البوابة الخارجية لمعبر رفح منذ ساعات صباح هذا اليوم، بعد أن تورد الأنباء ونقلتها بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن إمكانية فتح المعبر صباح هذا اليوم. ثم نتحدث ونستمع ويستمع الفلسطينيون هنا في قطاع غزة لتصريحات على لسان مسؤولين أمريكيين، يبدو أن هذه التقديرات وهذه التقارير التي تصلهم لا يصل صداها إلى المسؤولين الإسرائيليين، وبالتالي المعبر ما زال مغلقا حتى هذه الساعة، ونحن نتحدث هنا عن 6:05 بتوقيت القدس. الفلسطينيون من حملة الجوازات الأجنبية وبعض الرعاية الدول الأجنبية الأمريكيين والنرويجيين وبعض الدول الأوروبية كانوا موجودين أمام بوابات معبر رفح، التقينا ببعضهم، هم مستاؤون مما يجري، هم يقولون أيضا أن سفراتهم تواصلت معهم في اليوم الأول ثم بالأمس ثم اليوم للذهاب للمعبر مع أخذ